السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني بدون مقدمات كده، يعني الفكرة اللي هنتكلم عنها النهاردة، والله يا إخواني، يعني إن الواحد ما فهمهاش زمان، من أهم أسباب ان الواحد اتعطل كتير قوي في الدين، وان الواحد اتاخر كتير قوي في الدين. لان يا اخواني في الله، رمضان اللي لسه عليه شهرين ده راس الحربة بتاعت حياتك، راس الحربة بتاعت منظومة التغيير في حياتك، ده راس الحربة بتاعت التغيير في حياتك. فلو انت معرفتش تتغير في رمضان، يبقى انت للأسف الشديد اكبر فرصة للتغيير عندك راحت. طب واحنا منتغيرش في رمضان ليه يا اخواني في الله؟ لان احنا عندنا تصور خاطئ عن رمضان، تصور شديد الخطأ عن رمضان، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. في البداية، النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، حينما يعني الغزوة هتبدأ خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام وقف يقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قوموا، الوقت ده مش وقت نوم، الوقت ده مش وقت فطور، الوقت ده مش وقت غفلة، الوقت ده اخوانا وقت تركيز، الوقت ده اخوانا وقت بذل. لازم تبقى قائم، قلبك قائم، عزمك قائم في الوقت ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف يقول لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هي دي الكلمة اللي ما نلاقيش كلمة غيرها نبدأ بيها واحنا بنتكلم عن بدء حملة الاستعداد لرمضان. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عايزين نركز قوي 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 يا اخوانا. يوم الاربع الجاي بإذن الله سبحانه وتعالى، 1 رجب، يعني يوم الاربع الجاي هيبدأ الاستعداد الفعلي، او هيبدأ يعني استعداد، يعني بعض من السلف كان يقولك ان بداية رجب ده بداية الاستعداد لرمضان، وان كان زي ما نشوف الوقت بإذن الله الموضوع اكبر من كده واخطر من كده، واحنا اتسبقنا كتير قوي وفات علينا كتير قوي، ولكن هنحاول نصلح. كان زمان في واحد اسمه كافور، كافور ده كان عبد من العبيد، كافور ده كان جاي مصر مع مجموعة من الناس العبيد، كان منهم واحد اسمه سودان. فكافور بيتكلم مع سودان والاثنين اصحاب، فبيقول له كل واحد فينا يتمنى حاجة كده، نفسه يبقى ايه؟ فسودان قال: انا نفسي ابقى طباخ. فقالوا له: ليه؟ قال لهم: عشان كل يوم اكل اكلة شكل، كل يوم اكل اكل صنف غير التاني. فكافور قال لهم: انا نفسي احكم البلد دي. كافور ده كان هو كافور الاخشيدي، اللي بعد كده عمل الدولة الاخشيدية، اللي بعد كده حكم مصر فعلا، سبحان الله العظيم. وصار الذي كان يقول له ان هو نفسه ان هو يعني يطبخ، او ان هو ياكل كل يوم اكله كويسه بقى، ويعيش يلتز كل يوم باكل غير التاني، سبحان الله العظيم، صار يعمل عند كافور الاخشيدي. فاخواني في الله، قضيه همتك الامداد على قدر الاستعداد، الامداد على قدر الاستعداد. استعدادك شكله ايه؟ في ناس فاكره ان رمضان لابد انه يبقى موسم الفتح وموسم الرف. يا اخوانا، في ناس بتنتكس في رمضان، يعني في واحد اخ من اخواني بيقول في رمضان واحد كان معاهم في المسجد ساب المسجد وخرج فتن بره، ده في ليلة فتن، خد مخدرات، بيقول مات والحقنة في جسمه، مات والحقنة غرزة في جسمه، سبحان الله العظيم. يعني ممكن واحد يموت على سوء خاتمة في رمضان، ورأيناها في شباب يموت على سوء خاتمة والعياذ بالله في رمضان. ممكن واحد ملتزم ينتكس في رمضان. يعني انا عايز اقولك ايه؟ عايز اقولك ان الامداد على قدر الاستعداد. انا عايز اقولك ان قضية رمضان محتاجة يا اخواني في الله ان احنا نركز. الناس كلها بتستعد والله يا جماعة، وانا جاي من على الطريق الدائري من ايام، لقيت قناة من القنوات بدأت تحط اعلانات رمضان. خلاص يا اخوانا، رسميا تم الاعلان حتى الان في مسلسلات رمضان اللي جاي، رمضان 2014، عن 64 مسلسل. ده لسه شهرين لسه شهرين واربع ايام او 5 ايام، وتم الاعلان عن 64 مسلسل في 30 حلقة، حوالي 2000 حلقة
بتنتظر الناس في رمضان، بل مسابقات الاغاني والفجور اللي زي اكس فاكتور وعرب ايدول علنا من الوقت انها نازله في رمضان. يعني رمضان ما عادش موسم مسابقات كوره بعد العصر ولا موسم تمثيليات دينيه، ده رمضان بقى موسم فجور كمان. ده رمضان خلاص يا اخوانا، برامج التوك شو في رمضان نازله هي كمان، ما عادتش تقف. يعني انا عايز اقول لك ايه، انا عايز اقول لك ان الكل بيستعد لرمضان، اهل الباطل المصايف بتستعد لرمضان لان رمضان جاي في عز الصيف، المصايف تستعد لرمضان. كنت بدور كده ببحث في النت على حركه الاستيراد دلوقتي قبل رمضان، لقيت الدنيا مقلوبه يا اخوانا، الاستيراد للسلع الغذائيه، وهنجيب اليميش منين؟ تخيلوا القهاوي وهي بتستورد الشيشه من الصين ومن ومن، تخيلوا الاستعدادات التجاريه لرمضان، رجال الاعمال بيستعدوا لرمضان قد ايه؟ بننت الانتاج الاعلامي دلوقتي لا تنام بسبب رمضان، معسكرات مستمره لا تتوقف من المجهود القاتل بسبب رمضان. انا عايز اقول لك ان كل بيستعد لرمضان، الشيطان بيستعد ليك في رمضان، بل الشيطان بيشتغل عليك من الوقت عشان رمضان. طب هو ياما استعد ليك، مفيش مره انت تستعد ليه، مفيش مره تسبقه، مفيش مره تاخد بطارك منه، مفيش مره تدي الابليس صفعه على وجهه من قبل ما يبدا هو يستعد ليك. عايزين يا اخواننا نتفهم ان الدنيا الوقت كلها بتستعد للاسف الشديد، يعني بل سنه الاستعداد دي في كل حاجه. يعني لو المدير الفني للمنتخب القومي مثلا داخل يوم 29/6 اللي هو واحد رمضان، داخل يوم 29/6 مثلا باذن الله داخل كاس العالم مثلا، وقام جاي النهارده وقال نعلن بدء الاستعداد لكاس العالم، ده مش يترفد، ده كان يتشنق، يعلقوه يقولوا له ده انت ضيعتنا منك لله، انت جاي تتكلم الوقت على الاستعداد لكاس العالم الخطير، كاس العالم العظيم، كاس العالم المريع، انت جاي تتكلم عن الاستعداد ليه دلوقتي؟ لو قابلت طالب في تانية ثانوي في الشارع ووقفته الوقت وقلت له يا ابني انت لازم تستعد لثانوية عامة، تانية ثانوي لسه ما امتحنوش اصلا، هيمتحنوا اخر السنة زيهم زي غيرهم، لسه طالب في تانية ثانوي، وقلت له يا ابني انت لازم تستعد لثانوية عامة، هيبص لك كده ويقول لك انت عقلك في راسك، استعد مين يا عم؟ ده الطلبة كلها حجزوا دروس خلاص، وكل والطلبة دفعوا مقدمات لمدرس الفيزياء والكيمياء والعربي والرياضة يا عم ده القصة خلصت خلاص، واستلمنا مذكرات ثانوية عامة خلاص، وكل واحد عارف هو عند انهي مدرس خلاص، انت بتتكلم في ايه؟ هو في واحد يتأخر في الاستعداد لثانوية عامة؟ ده لسه في تانية ثانوي. يا اخوانا الناس كلها بتفكر، يا جماعة درس النهاردة مش عن رمضان، درس النهاردة عن خطورة الاستعداد لرمضان. درس النهارده يا اخوانا اللي هيفهم الفكره بتاعته، يعني انا لسه يعني بكلم الباشمهندس في التصوير بقول له انا متخيل وانا داخل ان انا مش هقدر افضل قاعد يا جماعه والله، يعني وانا داخل متخيل ان انا مش هقدر افضل ماسك نفسي على الكرسي، ليه؟ لان انا اتاخرت سنين في التزامي بسبب ان ما كنتش فاهم النقطه دي، رمضان راس الحربه بتاعت التغيير في حياتك، انت مش قادر تدرك تكسبه ازاي؟ كام رمضان ضاع عليك بسبب انك ما استعدتش ليه؟ كام رمضان ضاع عليك بسبب انك سوفتي واجلتي وحسبت ان بداية رمضان هو واحد رمضان، وما قدرتيش تتخيلي ان رمضان مش شهر مجاهدة، الدقيقة في رمضان بعمر يا جماعة، رمضان لا يحتمل المجاهدة والفطور، والنهاردة نشيط وبكرة كسلان، والنهاردة مجتهد وبعده فاصل شحن، رمضان لا يحتمل هذه الامور. عايزين نركز مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى، لان رمضان مش اقل من الكورة، رمضان ما هوش اقل من المسلسلات، رمضان ما هوش اقل من الاكس فاكتور والعرب ايدول، رمضان ما هوش اقل من الاغاني والتوك شو، رمضان ما هوش اقل من اليميش والمصايف واستعداد القهاوي باستيراد الشيشه، رمضان ما هوش اقل يا جماعه من اهتمام اهل الدنيا بالدنيا، بس الناس دي نفسها في الدنيا وصادقه في حب الدنيا وتعظيم الدنيا ففهمت قيمه الاستعداد ليها. عايزين نستعد لرمضان، الشيطان بيستعد لرمضان، بننت الانتاج الاعلامي بتستعد لرمضان، اهل الباطل بيستعدوا لرمضان، رجال الاعمال بيستعدوا لرمضان، المصايف بتستعد لرمضان، الكل بيستعد لرمضان، الصين بتصنع الفوانيس
كله بيستعد لرمضان اللي عايز. انت بتستعد ليه قد ايه؟ انت استعدادك على قد تعظيمك ليه. عشان كده الدرس بتاع النهارده ده، الدرس بتاع الليله ده، درس للصادقين. يعني ايه الصادقين؟ يعني اللي عايز يتغير. يعني انت لو مش عايزه تتغيري الدرس ده لا يعنيك في اي شيء. يعني انت لو مش عايز تتغير ممكن تفكر كده وتقول ايه ده، هو احنا بجد ممكن نبدأ نسخن في الاستعداد لرمضان ونبدأ نركز ونبدأ نجتهد في علاقتنا بالعبادات وبالقرآن من الوقت دي، ورمضان لسه عليه شهرين يا جماعة. والله خزي يا اخوانا، خزي يا جماعة. لقيت حديث في البخاري قطع قلبي، اثر عن الصنابحي رحمه الله وهو من التابعين، اسلم قبل موت، اسلم يعني اسلم بعد موت النبي بخمس ايام، ويوم ان اسلم قرر انه يهاجر للنبي عليه الصلاه والسلام في المدينه من اليمن. فانطلق حتى اذا كان بالجحفه خلاص قرب من المدينه، فقابل واحد فبيقول له ما الخبر، في ايه؟ حاسس ان في حاجه. قال له دفننا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ خمس ليال، النبي مات من خمس ايام عليه الصلاه والسلام. يعني الكلام ده احنا في اول ربيع الاول يا جماعه، يعني رمضان لسه عليه ست شهور يا اخوانا. فاذا بالسؤال، فاخبرني عن ليلة القدر. ليلة القدر، ليلة القدر من دلالة القدر، لسه رمضان لسه عليه ست شهور. انت بتسأل عن ايه؟ ما اذا كنت ملحقتش النبي وهو حي، لو ملحقتش الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حي، الحاجة اللي هتوصلني ليه هذه المواسم العظيمة؟ شوفوا كانوا بيفكروا ازاي، شوف كان بيبيت النية لرمضان من قبلها بكام شهر، شوفوا كانوا فاهمين قيمة هذه المواسم قد ايه. عشان كده لما تسمع ان السلف كانوا من قبل رمضان بست شهور بيستعدوا رمضان بالدعاء وبان يسألوا الله ان يبلغهم رمضان، يبقى لازم نفهم يا جماعة ان القصة، الكلمة الخطيرة بتاعة سيدنا عبد الله بن عمر لما قالوا له متى ليلة القدر، قال لهم من قام السنة كلها ادرك ليلة القدر. حد فاهم معنى الكلمة بتاعة ابن عمر يا اخوانا؟ ابن عمر عارف ان ليلة القدر في رمضان، وعارف انها في العشر الاواخر، وعارف انها في الوتر من العشر الاواخر، وعارف انها في السبع الاواخر. ابن عمر يا اخوانا يعلم ليلة القدر. حد منكم عارف يعني ايه ان يقول اللي هيقوم السنة كلها يفوز بليلة القدر؟ ان يا جماعة اللي بيستعد طول السنة هو اللي بيفوز بالكلام ده، اللي مواظب على عبادة هو اللي يفوز. بالله عليك مفيش مرة ليلة 25 راحت عليك نومة غصب عنك وصحت وممكن الفجر راح عليك، مفيش مرة ليلة 27 راحت عليك نومة، مفيش مرة ليلة 29 الفطار تقل عليك ولا صليت التراويح في المسجد اللي جنب بيتكم وقلت هتقوم تجتهد لعلها ليلة القدر، نمت ما صحتش غير الصبح. اهو يا اخوانا ارجى ليالي في ليله القدر بتروح مننا لان احنا مش مستعدين. عشان كده النقطه الاولانيه اللي انا عايز اتكلم عنها النقطه الاولانيه اللي انا عايز اتكلم عنها مكاسب الاستعداد لرمضان، مكاسب الاستعداد لرمضان. شايفين المذكرة دي؟ انا ايدي بس مش عارف احركها. شايفين المذكرة دي؟ عارفين المذكرة دي ايه؟ عارفين الورق ده ايه؟ الورق ده بتاع رامي، دكتور رامي الله يرحمه. الورق ده مذكرة استعداد اخ من اخواننا حبايبنا، يعني ممكن بعضكم لو شاف الصورة بتاعته يعرف ان هو كان اخ معروف جدا في الدروس اخ من الاخوة النشطاء الله يرحمه. الورق ده بتاع رامي، ورق استعداد لرمضان. ها مش خلاص؟ طيب ورق استعداد لرمضان. الورق ده يا جماعة مات رامي، مات في شعبان، مات وهو صايم الله يرحمه، مات شعبان 2012، يعني رمضان اللي فات لا اللي قبله، مات شعبان. احنا الوقت رمضان 2014. اول ورقة كاتبها خطة عمل لما بعد رمضان، الكلام ده في شعبان، كان صايم واهله سافرهم وقعدوا يتصلوا بيه ما بيردش. رجعوا لقوا ميت الله يرحمه، لقوا ميت في البيت، لقوا ميت في مكانه. جيرانه كانوا عارفينه بالقيام على سطح البيت في حتة ضلمة، كان يطلع يصلي قيام الليل كده على السطح في حتة ضلمة. هذا الاخ الله يرحمه والله حسيبه، ولا نزكي على الله احدا ونرجو له الرحمة والمغفرة. اول صفحة خطة عمل لما بعد رمضان، كاتب بعد رمضان يوميا حفظ صفحتين قرآن،
بعد رمضان يوميا قرايه جزء قرآن، بعد رمضان يوميا تفسير صفحتين من القرآن، بعد رمضان قيام الليل بنص جزء من القرآن، بعد رمضان التركيز على تكبيرة الإحرام والخشوع في الصلاة، بعد رمضان السنن والنوافل. ده دي أول ورقة. ده هو مات، بالله عليك الورقة دي تعني بالنسبة لك إيه؟ إن إنسان يموت على نية العمل الصالح، يبقى معناها إيه؟ معناها إن بإذن الله ياخد ثواب الكلام ده هو طوله لم يفعل. ودي أول ثمرة للاستعداد لرمضان، أول ثمرة للاستعداد لرمضان، إن أنت لو مت ولم تدرك رمضان فلم يضع عليك ثواب رمضان، لأنك مت على نية إنك أنت إن شاء الله هتعبد ربنا فيه، فينمى لك أجرك على قدر نيتك بإذن الله سبحانه وتعالى. ده دي ورقة يا أخوانا، تقلب الورق بقى. أنا أما بصيت في الورق قلبي اتشرخ. ليه؟ الكلام اللي احنا بنقعد نقوله للناس يا اخوانا ما شاء الله صورة صورة من صور القرآن، بيستعد رمضان بسماع دروس تفسير فيها وتفرغها. سورة فصلت، سورة الذاريات، سورة وقعد سورة التغابن، سورة يوسف، سورة الشورى، كل دي صور قاعد يستعد رمضان. صور أسماء حسنى، اسم الله القريب، اسم الله المجيب السميع، اسم الله الشكور. درس ما أنصفني عبدي للشيخ هاني حلمي، متفرغ وجاب الخلاصة بتاعته. سورة الصفات تاني، كل ده. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيب، اسم الله الغني. كل دي بيستعد رمضان بسماع دروس أسماء الله الحسنى، وسماع دروس التفسير وتفريغها، وسماع الدروس المتعلقة بالتربية القلبية وإصلاح القلب. اسم الله الوهاب، وسائل أن يحبك الله، محدد ده حاجة تانية. فوائد قيام الليل، بحث تاني وحاجة تانية عاملها. كل ده اخوانا يعني كل هذا الورق سبحان الله العظيم، هو لا يعلم انه هيموت من غير ما يدرك رمضان اللي كل ده استعداد ليه. هنا هنلاقي ورقة العبادة رحمة، سورة الزاريات، سورة مريم، خطة عمل رمضان 2012. الورقة كاتب فيها خطة عمل رمضان 2012 ان شاء الله، اللي مات قبل ما يلحق رمضان كاتب يعني بادئ ورقة في خطة العمل لشهر وما ادركوش مات. خطة عمل رمضان 2012 بين قوسين ان شاء الله، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وكاتب قول الله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. سبحان الله العظيم، خطة عمل رمضان. كل الورق ده بعد كده تفسير سور قرآن، واستعداد بتفسير سور قرآن، واستعداد بالأسماء الحسنى، وحكم إيمانية، وتفريغ دروس عن إصلاح القلب، ومركز جدا جدا في موضوع حب الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. أدي واحد يا جماعة، الملف ده كله ده ملف واحد. مات قبل ما يدرك رمضان، مات في شعبان، مات صايم رحمه الله، اخ من اخواننا بينا زي ما بقول لكم كده، يعني اي واحد بقاله كذا سنة لو شاف الصورة بتاعته هيعرف فلان كنت بشوف الدروس، فلان كنت بشوفه، ولكن كان في حاله وكان هادئ. ده الوقت يا جماعة، انا وانا بقرأ الملف ده قلت سبحان الله، يعني احنا قاعدين نكلم الناس عن الاستعداد لرمضان، انا نفسي ممكن ما بستعدش بالطريقة دي، ممكن ما ببذلش المجهود ده. هو في ناس ممكن يكون همتها اعلى من همة اللي بيوعظوها، اعلى من همة اللي بيوجهوها. اخواني في الله، ثمار الاستعداد لرمضان ان الراجل ده في قبره بقاله سنتين، واحنا الوقت بنوعظ نفسنا بالملف بتاعه بتاع الاستعداد لرمضان. ان الراجل ده هو في قبره بقاله قد ايه، ولكن لعل بسبب هذا الورق كل كلمة من الكلمات دي يا ترى هو الوقت فرحان بها قد ايه. والله حسيبه، ولا نزكي على الله احدا، ولا نحكم لاحد بشيء الا ان يتغمده الله ويتغمدنا الله جميعا برحمته سبحانه وتعالى. يبقى اول ثمرة من ثمار الاستعداد لرمضان ان انت لو مت ولم تدرك رمضان ان شاء الله يكتب لك اجر رمضان، لانك مت على نية صالحة، مت على نية المجاهدة في العبادة. يا بخت اللي بيموت وهو مستيقظ يا جماعة، يا بخت اللي الموت بيجيله هو فايق. احنا ناسيين الموت ليه يا جماعة؟ كل يوم بيموت ربع مليون بني ادم، كل يوم بيموت ربع مليون بني ادم، يعني على رمضان الجاي ان شاء الله هيموت على وجه الارض 16 مليون بني ادم قبل واحد رمضان الجاي.
هيكون مات على وجه الارض 16 مليون بني ادم. انت مستبعد انك تبقى واحد منهم ليه؟ انت مستبعد انك انت تبقى واحدة منهم ليه؟ انت مستصعب ان اي حد مننا يبقى من دول ليه؟ حد ضامن؟ ما يمكن الواحد يموت قبل رمضان؟ ما يمكن الواحد خلاص رمضان اللي فات يبقى اخر رمضان في حياته؟ ما يمكن رمضان الجاي ده يبقى اخر رمضان في حياتك؟ كنا في درس في منطقة شعبية الاسبوع اللي فات يوم الخميس في منطقة شعبية، وكلمتهم عن الموت، موت الفجأة في الافراح. صاحبي اللي ساكن عند نوادي في طلخة سمع صراخ نزل، لقى العروسة وهي بترقص وسط لبسة بقى لبسة طبعا عاري، ووسط الطبل والفرقة، وسط البنات اللي لابسين سواريه كلهم طبعا بسبب هذا الزواج، والعروسة وهي بترقص في الشارع وبتتصور طبت ماتت فجأة. وقعدت قعدت اكلمهم عن قصص الخواتيم اللي جت فجأة في الافراح، عشان كل واحد مننا يحذر ان اوعى تفرح في غفلة. اوعى انك انت عشان تفرح شوية تعصي ربنا، ما تعرفش ممكن الموت يجي لك فجأة. وقعدت اجيب قصص وقصص البنات اللي ماتوا في العمارة اللي تحت دمياط. قابلت ضابط في جولة من الجولات، فبقول له العمارة اللي في دمياط مات تحتها 4 عرايس. قال انا ضابط في الحتة دي، ده 6 عرايس مش 4، ولسه محدش بنى البيت ده حتى الان لحد دلوقتي. شوفوا ماتوا من كام سنة وكل اللي كانوا في المكان ماتوا، والعريس اللي حط عروسته ليلة الدخلة على كوبري طلخة ينوع عشان يتصوروا فجأة متوقع في المية ماتت. قعدت اتكلم في الدرس ده ان في اي لحظة ممكن الموت يجي. واحد قاعد معانا سبحان الله العظيم، تاني يوم راح حضر فرح مات. يعني هو قاعد والدرس تركيزه على موت الفجأة، وكل قصص الخواتيم السوء اللي فيه موت الفجأة اللي جت في الافراح، والنوعة تروح تتبسط في مكان تموت فيه فجأة. تاني يوم حضر فرح مات، وهو في هذا الفرح، وهو في هذا الملهى، وهو في هذه المناسبة. يا اخوانا احنا ما بنفكرش في الموت ليه؟ احنا ما بنتوعظش بالموت ليه؟ ادي اخ من اخوانا اهو مات، ولكن مات على ايه؟ تشتري الموتة دي بكام؟ تشتري انك انت تموت كده بكام؟ انا وانا بألف المذكرة ديت حاجة حاجة وقاعد ابص في الكلام الايماني اللي مكتوب في كل صورة وفي كل شريط وفي كل اسم من اسماء الله الحسنى. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ثمار الاستعداد يا جماعة، ثمار ان الموت يجي لك وانت واقف زي سيدنا سليمان كده. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دبة الارض تأكل ايه من سأته. فلما خر سيدنا سليمان مات واقف، وفضل سنة كاملة سند على العصاية بتاعته واقف، مات واقف لدرجة ان الجن وهم بيبنوا بيت المقدس وهم بيبنوا المسجد الاقصى معرفوش انه مات غير بعد سنة. مات واقف عليه السلام. انك انت تموت واقف، انك تموت وانت جاهز، ان الموت يجي لك وانت مستعد، يبقى دي اول حاجة، الامداد على قدر الاستعداد. يبقى ثمار الاستعداد ايه؟ اول ثمرة من ثمار الاستعداد انك انت صحيفتك مش هتقفل، ورمضان مش هيضيع عليك لو انت متقابله. تاني ثمرة من ثمار الاستعداد الضربة القاضية، لمس الاكتاف، ان كل واحد مننا الوقت او واحدة مننا في معاصي في حياته ولكن مش قادر يتخلص منها، في مشاكل في حياته، في غفلة في حياته. ممكن يكون بيننا الوقت واحدة عندها مشكلة ارتباط عاطفي بواحد ومش قادر انها تتخلص منه. ممكن يكون واحد قاعد معانا وعنده معصية سر او علن ومش قادر يتخلص منها. ممكن يكون اي حد مننا عنده مشاكل، عنده نقطة ضعف في الدين او نقطة ضعف في العبادة. رمضان فرصة للضربة القاضية لهذه المعاصي، لان رمضان ده نقلة يا اخوانا. يا جماعة لو رمضان الفرق بين الدرجة والدرجة في الجنة زي الفرق بين السماء والارض، رمضان لو ما عملش غير انه نقلك درجة واحدة يبقى رمضان نقلك فرق من السماء للارض. يبقى رمضان نقلني ونقلك فرق من السماء للارض. يبقى ديت ثمار الاستعداد، ثمار انك انت تستعد، ثمار انك تكسب الحسنات، ثمار يا ابني. انتوا عارفين رمضان بيضيع علينا كل سنة ليه يا جماعة؟ هو رمضان مين قال انه بيضيع؟ احنا بنعبد ربنا فيه، واول ما رمضان بيبدأ بنبدأ بقى ننطلق في العبادة وماشي ماشي ماشي. وبعد رمضان ليلة واحد شوال بتعمل ايه؟ ليلة واحد شوال بتنام، ليلة واحد شوال بتعملش حاجة، من اول ليلة واحد شوال بترجع تاني زي قبل رمضان. عارفين ليه؟ لانك
عامل زي اللي على عمارة من غير اساس، طلع من فوق التراب على طول البيت، في اول شوية هوا جم قاموا موقعين له البيت، لانك مش رامي اساس. الاساس بيترمي في رجب وشعبان وتيجي التعلية في رمضان. فلما ترمي اساس الوقتي، ترمي اساس بقيام الليل ولو نص ساعة، ترمي اساس بورد القرآن ولو ربع في اليوم، ترمي اساس بالصيام ولو يوم في الاسبوع، ترمي اساس من الوقتي، يجي رمضان هتعلي على اساس. العبادة بتاعتك هتبقى تعلية على اساس. تقوم لما رمضان يخلص تلاقي العبادة بتاعتك ما بتقعش، مش شوية مشاكل بتوقعها، مش شوية اهواء بتوقعها. واخدين بالكم يا جماعة؟ عشان كده النقطة اللي انا عايز اركز عليها الوقت جدا جدا جدا، خسائر عدم الاستعداد. النقطة اللي انا عايز اركز عليها جدا، خسائر عدم الاستعداد. هتعدوا معايا؟ مهما عدينا احنا خسرانين قد ايه بسبب ان احنا ما بنستعدش لرمضان؟ لن تتخيل. خسائر عدم الاستعداد، خسائر ان رجب وشعبان دول ما هماش معسكر. يا جماعة ده فريق الكرة لما بيعمل معسكر يقولك اسمه معسكر، يعني فهموا ان الجهاد مش الماتش، فهموا ان الجهاد هو ما قبل الماتش، فهموا ان الجهاد هو الاستعداد مش المباراة. مفيش لاعب اثقال بيشيل 20 كيلو قالك بس استنى بس اما البطولة تيجي انا السخونية وتسقيف الجمهور هقوم شايل 300 كيلو هيقولوا عليه مجنون. كفاية غباء يا جماعة، كفاية ان احنا نبدأ نتحمق على انفسنا. مفيش لاعب يقولك لا 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 استنى بس انا بس اول ما اشوف الجمهور والماتش يبدأ واحس ان الماتش ده بكاس او لو كسبناها نطلع الكاس انا هبقى جن مالكوش دعوة انا هعمل ايه. مفيش الكلام ده اخوانا. يا جماعة اللي ما استعدش ما بيعرفش يعمل حاجة، اللي ما استعدش بيبقى على قده خلاص، وشوية عبادات ويومين ينشط ويومين يفطر ويرجع يسخن تاني في الاعتكاف وكل حاجة بتروح. اول خسارة من خسائر عدم الاستعداد لرمضان، صدمات الاولى. رمضان ليس عصا سحرية، رمضان مش عصا سحرية. اول ما رمضان هيجي الدموع اللي ما انهمرش منها دمعة واحدة طول السنة فجأة هتقع، القلب اللي ما تحركش بالمواعظ فجأة هيلين، المصحف اللي ما كنتش بتقدر انك انت تجيب نص ساعة تلاوة مستمرة هتقدر انك تقعد ساعات تقراه، القرآن اللي ما كنتش تقدر تختمه في شهر هتختمه 5-6 مرات في شهر رمضان لوحده، الايمان اللي كان فيه فطور في القلب هتبدأ، الصلاة اللي كان 3/4 سرحان هتبقى كلها خشوع فجأة. مين اللي قال الكلام ده؟ الليل اللي كان ما بيتصلاش فيه حتى الوتر هيبقى كله صلاة من اوله لاخره. مين اللي قال الكلام ده اخوانا؟ رمضان ليس عصا سحرية هتغيرك وهتحولك. هتنشط لك يومين في الاول باعتبار ان هو موسم، وبعد كده هتنام وهتحجي الباقي الايام وهترجع تسخن تاني على اخر رمضان. وعلى ما رمضان يجي يخلص هتلاقي نفسك بدأت تسخن وخلاص، وعلى ما تبدأ الدموع تنزل بجد من العين والايمان يزيد بجد في القلب هتلاقي مفتي الجمهورية بيقولك استطلعنا اهل الشوال وعليه العوض وكل سنة وانت طيب. صدمات اول رمضان، صدمة التراويح. لما تقف في التراويح الامام بيقول ايات تزلزل القلب وانت قلبك حجر. صدمة ان اللي على يمينك بيعيط واللي على شمالك بيعيط وانت مش حاسس. صدمة ان بعد الفطار ما انتش قادر تصلي ركعتين السنة حتى بتوع المغرب. صدمة انك ترجع من التراويح تقول اريح نص ساعة واصحى كمل قيام ليل، تصحى تلاقي نفسك بالعافية تلحق الفجر او السحور. صدمة انك لو نشط بالليل في العبادة النهار بيضيع عليك، ولو نشط بالنهار في العبادة الليل بيضيع عليك. صدمة انك جاي تقرأ قرآن مالكش نفس تقرأ قرآن. صدمة ان انت قلبك قاسي وان انت عندك فطور. صدمات يا اخوانا، صدمات. وتيجي تقول رمضان تقول ياه انا اكتشفت اني منافق، انا اكتشفت اني وحش، انا اكتشفت اني مرائي. يا ابني انت لا منافق ولا وحش ولا مرائي، انت ما استعدتش يا ابني. هو اللعيب اللي ما استعدش للمباراة ونزل جاله شد انا اكتشفت ان انا منفعش. ما تنفعش انت يا ابني ما استعدتش. سلامة عقلك يا اخي في الله، سلامة عقلك يا اختي في الله. من ضمن هتدخل رمضان كده ازاي؟ الاخوة فاكرة زي الاخ تصوره عن العمرة، اول ما اروح واشوف الكعبة هقوم واقع من طولي وهقعد اطوف ليل نهار، يروح يلاقي نفسه عادش. ما هو يا ابني القضية مش الكعبة،
القضية بأي قلب ذهبت إلى الكعبة، بأي قلب سندخل رمضان يا جماعة. هتدخل رمضان ازاي بذنوبك دي؟ هتدخل رمضان ازاي بقلبك ده؟ هتدخل رمضان ازاي بكل النكت السودة اللي على قلبك بسبب المعاصي؟ هتدخل رمضان ازاي بصحيفتك كده؟ هتدخل رمضان ازاي بالغفلة اللي عندنا دي؟ ازاي يا اخوانا هتدخل الماراثون التعبدي ده اللي بيدخل ماراثون جري لازم يكون في قمة اللياقة. هتدخل الماراثون التعبدي السنوي وانت لياقتك ضعيفة ازاي؟ لازم تجهز من الوقت دي. انا مش عايزك تزعل، مش عايزك تزعل لما في رمضان تلاقي نفسك مش قادر تواصل، مش عايزك تزعل اما تلاقي نفسك الناس بتجتهد وبتنشط وانت نايم في رمضان، مش عايزك تزعل لما يوم القيامة تلاقي الناس بسبب رمضان في الفردوس الأعلى وانت للأسف معرفتش قيمته، مش عايزك تزعل. عايزك مرة تسبق إبليس، عايز كلنا مرة ند صفعة على وجه إبليس بدل ما هو قاعد يستعدلنا زي وقعنا في غرزة في رجب وشعبان عشان يضيع علينا رمضان خساير. عشان كده الصحابة كانوا ليه في رمضان يقدروا يقتلهم ويفتحوا مكة وهم في قمة العبادة، وهند بنت عتبة تشوفهم في مكة وهم بيصلوا قيام الليل في الحرم تقول ما رأيت الله عبد حق عبادته مثل ذلك اليوم، وتروح لابو سفيان تقول له انا هدخل في الاسلام، انا عمري ما شفت حد عبد ربنا كده. شافت الصحابة وهم بيعبدوا ربنا ليلة من ليالي رمضان في مكة، بعد فتح مكة دخلت في الاسلام. ليه؟ لان الصحابة اخواننا كانوا في قمة اللياقة الايمانية، يقدر في رمضان يقاتل وكمان يعبد ربنا. انما احنا نقدر؟ ده انت لو عملت مشوارين بالنهار يا اخواننا. من اهم اسباب ضياع رمضان هو الصيام. ازاي يعني ما صومش في رمضان؟ لا، ما انتش متعود عليه. وخدوا بالكم رمضان الجاي الليل قصير جدا، الليل قصير جدا والنهار طويل جدا، يعني عايز لياقة ايمانية عالية جدا عشان تقدر تستثمر الليل وتستثمر النهار. بدل ما تيجي تقرأ قرآن بالنهار دايخ عطشان، تيجي بالليل تخرج من التراويح الساعة 11 12 بالليل عايز لو نمت نص ساعة خلاص يا دوبك على السحور. مين يا جماعة اللي يبدأ من الوقت؟ مين يا اخوانا اللي يتدارك الكلام ده كله من الوقت؟ يا جماعة مفيش طالب بيتفوق بالتنشين. الطالب اللي بينشن اخر يومين قبل الامتحان ده عمره ما يتفوق، ده بالعافية ممكن ينجح. انما احنا بننشن في الدين، بننشن في العبادة، هننشن على رمضان وخلاص. يا ابني منفعش، مش هتتغير يا ابني. بعد ما ربنا خلق لك سبع سماوات واسبغ عليك نعمه وبعت لك 124 الف نبي ورسول ونزل لك 6236 آية من السماء، بعد ما ربنا عمل لك كل ده انا هنشن بقى على رمضان او على 10 الاواخر من رمضان؟ وبعد كده مقامك عند ربنا يبقى ايه؟ انت متخيل ان بعد كده يبقى انت ليك مقام عند ربنا ايه لو انت استعملت التنشين في العبادة؟ من خسائر عدم الاستعداد لرمضان، لستة الخسائر لا تحصى، من خسائر عدم الاستعداد لرمضان انك انت بتفصل شحن بعد كذا يوم في اول رمضان، وتلاقي نفسك يا عيني عامل زي اللي مسافر على طريق صحراوي والعربية عطلت بيه وهيموت لو ما جالوش اغاثة، وطلع التليفون عشان يتصل بالنجدة التليفون فصل شحن. هيبقى حصرتك حصرة هذا الراجل اللي تليفونه فصل شحن في وقت لا يحتمل، بس انت مش تليفونك اللي فصل شحن، انت قلبك هو اللي فصل شحن للأسف. ما انتش قادر. الناس بتصلي تراويح وانت سرحان تلات ارباعها، الناس بتقرأ قرآن في المالية المسجد بعد العصر وانت عايز تطلع تنام لانك مش قادر. ليه؟ لانك فاصل شحن. فالحل ان رمضان مش شهر تجارب، اوعى تضيع رمضان في المجاهدة، اوعى تضيع رمضان. رمضان اغلى من كده بكتير، بداية متأخرة قوي اللي بيبدأ في رمضان. انت رمضان ده شهر الحصاد، رمضان ده شهر بقى انك انت بتقش التعب اللي تعبته في رجب وشعبان. من الوقت خد الصدمات بتاعتك، الوقت خد صدمة قيام الليل انك قمت تقوم ليل وقمت نايم وراحت عليك نومة، الوقت ما ينفعش تاخدها في رمضان. الليلة في رمضان اغلى من كده. خد صدمة
انك انت جاي تقرا القران بعد ربع ساعه لقيت نفسك اتقطع وما لكش نفسك كمل، خدها من دلوقتي وقرص على نفسك من دلوقتي، جاهد من دلوقتي، زور مقابر، اسمع دروس ايمانيه، توسل الى الله، ادعي، جاهد في العباده، احفظ قران. لما المجاهده تيجي دلوقتي ومره تقوم ومره تقع، صوم من دلوقتي. لما تلاقي نفسك جيت في نص يوم وقمت فاطر او يوم الصيام دوخك، هو الصيام تعود، هتصوم لك مرتين ثلاثه اربعه خلاص بفضل الله ما عادش في اي مشكله وجسمك خد عليه. يبقى اذا رمضان اغلى من انه يروح في المجاهده، رمضان اغلى من كده. من ضمن خسائر عدم الاستعداد لرمضان ان الشيطان بيعرف يكسبك، ان الشيطان بيعرف يغلبك، ان الشيطان بيعرف ينتصر عليك ويوقعك. من ضمن خسائر عدم الاستعداد لرمضان انك للأسف بتخرج من رمضان ما انتش متغير، ما حصلش تغيير حقيقي. عشان كده يا اخواني في الله عايزين نغير وجهة نظرنا عن رمضان، عايزين نعهد ربنا ان من اول الوقت احنا جايين النهاردة بفضل الله، يعني في من ضمن التوصيات الخطة الخمسية للاستعداد لرمضان تقسيم الفترة الجاية ديت على مراحل، وكل مرحلة نبدأ نشوف عبادات ونبدأ نستعد للعبادات ديت واحدة واحدة، نبدأ يبقى في ترقي تدريجي على ما يجي رمضان يبقى انت رميت اساس. انا عايزك تسمع معايا بقلبك اخطر كلمة في الدرس النهاردة، اخطر كلمة في الدرس النهاردة، يعني زي يعني اخطر كلمة في الدرس النهاردة دي اللي تفضل معاك طول حياتك وتفضل مركز فيها طول حياتك، وهي كلمة لأحد السلف قال رجب. اسمع معايا الكلمة دي، الكلمة دي لازم تتحفر جوه قلبك. عارفين بتوع التوك شو لما يطلعوا يقول لك ده قطع الودان، قطع الودان، ويقوم البرنامج اللي بعته قطع الودان، ويقوم يجي البرنامج في القناة التانية قطع الودان، ويقوم تاني يوم برنامج تاني قطع الودان. هما بيعملوا ايه؟ هما مش بيكرروا الكلام، هما بيغرزوا الكلام في قلب الشعب. هو بيفضلوا 28 قناة تكرر نفس الكذبة نفس الكذبة نفس الكذبة، ولمدة شهر كله ما يتكلمش غير في الموضوع ده، يقوم بعد شهر خلاص المجتمع كله بقت عقيدة مسلمة عندهم ان ان الارهابيين بيقطعوا الودان وبيقوموا حد قطع الودان. اهو يا جماعة هما بيتبعوا مبدأ اعلامي ان لازم المعنى يترسخ في الاذان. لما اقول لك هذه الكلمة لازم هذه الكلمة ترسخ في الاذان لانها كلمة عمر لنا كلنا. قال احد السلف رجب، رجب شهر البذر، رجب اللي هيبدأ الاربع الجاي ده شهر البذر، بترمي البذور بتاعة المقامات الايمانية في قلبك، بترمي بذور المجاهدة في العبادة في حياتك. رجب شهر البذر، وشعبان شهر السقيا. وبعد كده في شعبان لما تستمر على العبادات دي انت بترويها فبتكبرها وبترعرع. ورمضان شهر المجاهدة، ورمضان شهر التعب، ورمضان شهر ورمضان شهر الحصاد. يا نهار ابيض، رمضان شهر ايه؟ حصاد. يعني رمضان انت عامل زي اللي نزل الغيط يجني يقطف البرتقال من على الشجر، بس مش اكتر، نزل يقطف التفاح من على الشجر، نزل يقطف العنب من على الشجر، بس كده. رجب شهر البذر، وشعبان شهر الحصاد، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. يعني رمضان مش شهر التعب، رمضان مش شهر المجاهدة، رمضان ده شهر انك تعبت في عبادة ربنا في رجب وشعبان، تعبت في ختم القرآن في رجب وشعبان، تعبت في الصيام في رجب وشعبان، وجاي تقش في رمضان، وجاي بكل سهولة قاعد تعبد ربنا ليل نهار في رمضان. ليه؟ لانك اتعود. اللي هيعمل الكلام ده يا جماعة هو ده اللي هيتغير، هو ده. زي بالظبط كده سيدنا انس لما قال واه لريح الجنة اني لأجد ريح الجنة دون احد، انا بقولك واه لريح الجنة اني لأجد ريح الفردوس الاعلى دون رجب وشعبان. اخوانا هذه المواسم العظيمة، شوفوا قول ربنا سبحانه وتعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. قال لك يعني ايه ضامر؟ قال لك اللي هو عايز ساكن في الصين وعايز يجي على حصان لمكة يحج، يقوم يجوع الحصان لحد ما يضمر وسط الحصان،
فالحصان ده هو اللي بيعرف يقطع مسافات. فقال لك على كل ضامر الاستعداد لقطع المسافات الطويلة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، وفي قراءة لأعدوا له عدة، ولو أرادوا لأعدوا، ولو أرادوا لأعدوا. ده امتحان في الصدق. الصادق فينا اللي عايز يستعد للرمضان هو اللي هيعد العدة، ولو أرادوا لأعدوا. قضية الاستعداد دي قضية صدق. لما قعدوا يكلموا اللعيبة عن كاس العالم لحد ما حسسوهم انه اخطر حاجة في الحياة قبلوا ان هم يسافروا قارة تانية ويقعدوا ليل نهار يتدربوا تدريب شاقة جدا وما يأكلوش اي اكل ومحدش منهم يعمل اي حاجة. ليه؟ قالك الاستعداد. لما كلية الشرطة عظمت، واحد صاحبي كان في كلية الشرطة بيقول يوم ما دخلنا في المعسكر بقى في الاول بقى ولسه بيدربوهم بقى، فبيقول يوم ما دخلنا قالوا لنا طبعا جوعوهم جعانين جدا، فجي معاد الاكل فقعدوا في المطعم، فكل واحد بقى اول ما الاكل اتحط الحمد لله اخيرا فسحة، وده يتعرف على زميله وده يضحك مع اللي قدامه. بيقول دقيقة واحدة وفجأة لقناهم بيقولوا كل واحد يشيل ايده. هلا شيل ايده ايه؟ ما حدش فينا كان اياكم حد ياكل رصاية واحدة بعد ما اتقال ممنوع. ليه؟ قالوا لهم هو النظام كده، لازم تتعلمهم ان انتوا في حياة عسكرية، يبقى بعد كده لما يتقال اكل اعمل حسابك ان ممكن الاكل يتشال منك بعد دقيقة، انك ممكن تقوم جعان. انت ماشي هنا في حياة عسكرية 45 يوم يدربوهم على الحياة دي لحد ما يطلعوهم متعودين على الحياة العسكرية. اهي دي يا اخوانا، الناس لما عرفت قيمة الشيء صبرت على الاستعداد ليه. عشان كده ليه الوقت ما ننت الانتاج الاعلامي الممثلين ما بيناموش؟ هم اهمتهم مش عالية في الحياة ولا حاجة، انما عنده هدف، عارف ان رمضان ده الموسم بتاع السنة كلها بتاعه، عارف ان رمضان ده الموسم اللي بيكسب فيه الملايين من الباطل والمال الحرام بتاعه والعياذ بالله، فهو بالنسبة له عنده هدف. انت لو عندك نفس الهدف مش هتنام، لو عندك نفس الهدف هتستعد ليه. عشان كده يا اخواني في الله عايزين نفهم هم ليه خايفين من رمضان الخوف ده. 64 تمثيلية عشان رمضان ليه؟ عشان ايه يا جماعة؟ يا جماعة بعد رمضان الصحابة خرجوا من رمضان الريح حربت معانا في غزوة ايه؟ ايه الغزوة اللي الريح حربت معانا فيها؟ غزوة ايه؟ غزوة الاحزاب كانت في شهر ايه؟ شهر ايه؟ شوال. بعد رمضان، بعد رمضان الريح حربت معانا، بعد رمضان الحصى حارب معانا في غزوة ايه؟ حنين. لما النبي مسك الحصى وألقاه على الكفار تحول الحصى القنابل ذكية، عارفة عينين الكافر من عينين المسلم، راحت على الكفار وسابت المسلمين. يعني احنا بنخرج وكانت في شوال، يعني رمضان ده، رمضان ده شهر الولاية، رمضان ده احنا بنخرج منه صدقنا الله أولياء لله، أولياء لله. الريح بعد رمضان حربت معانا، الحصى بعد رمضان حارب معانا. بعد رمضان كان الصحابة بيعملوا بطولات مذهلة، حمراء الأسد اللي الصحابة كانوا متقطعين بعد غزوة أحد وخرجوا يقتلوا المشركين مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانت بعد رمضان، كانت في شوال. رمضان ده مصنع الصحابة صنعوا فيه. لما بشوف منظر الناس في رمضان واقفين ورا الأئمة في التراويح كله بيصلي وبيقرأ القرآن بفتكر منظر ده الأرقم. ده رمضان ده دار أرقم للأمة كلها بيصنع فيها الأمة. رمضان امتحان، 30 امتحان ب30 يوم، كل يوم امتحان. السؤال الأول جلسة الضحى، السؤال الثاني هتقرأ قرآن قد إيه، السؤال الثالث خشوعك في الصيام، السؤال الرابع التراويح والتهجد. 30 يوم امتحان يا اخوانا. يا ترى الامتحانات دي انت هتكسب كم امتحان منها؟ انت هتجاوب على كم ورقة اسئلة منها؟ يا ترى رمضان وهو اسانسير بيطلعك 30 يوم انت في صعود مستمر في علاقتك بالله؟ يا ترى شهر زي ده هبدأ التعامل معاه يوم ما يبدأ يبقى انا غلبان قوي، يبقى انا يعني عامل زي طالب ثانوية عامة اللي هيبدأ لما موسم الامتحانات يبدأ يذاكر. يبقى يا جماعة مكاسب كتير جدا هتروح علينا في رمضان اخواني واحبابي في الله. هيتوزع عليكم الوقت ان شاء الله باذن الله ورقة رجب وشعبان، ورقة الاستعداد لرمضان،
يعني اثناء الاذان باذن الله سبحانه وتعالى، غالبا يعني لو ما توزعتش الوقت يبقى تتوزع قبل ما نمشي باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نفكر في الكلام ده كده، وعايزين نخرج بهمه ان ان شاء الله الشهرين اللي جايين دول معسكر من اقوى ما يكون استعدادا لرمضان ان شاء الله. نركز مع بعض يا جماعه عشان يعني نختم الدرس في خلال دقائق باذن الله سبحانه وتعالى، عشان التوصيات النهارده عايزه تركيز شويه. يعني بصوا يا جماعه، الفتره الجايه ديت يعني انا ممكن، احنا طبعا في الورقه اللي معاكم دهيت، الورقه اللي توزعت رجال ونساء مش كده، الورقه اللي توزعت رجال ونساء دهيت، هتلاقي البرنامج العملي بتاع رجب وشعبان او معسكرات ما قبل رمضان، وبنتكلم فيها عن المعسكرات التعبدية اللي المفروض تتعمل الفترة الجاية وش وضهر، وان رمضان جاي في الصيف السنة دي، يعني هتلاقي الكلام بقى ايه، الكلام اللي هو احنا بنلف عليه من اول الدرس. ولكن يا اخوانا انا عايز اقول لكم حاجة خطيرة جدا دلوقتي، حاجة مهمة جدا يا اخوانا، ركزوا. يعني مش مطلوب ان الورقة دي كلها تتعمل، مطلوب تركز. يعني ايه تركز؟ يعني لما تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وداخل الجنة، فيجد امرأة تسابقه فيقول لها من انت، فتقول له انا امرأة ايه، انا امرأة ايه، قعدت على عيال لي. يعني ايه؟ هي الست دي ما كانتش بتصلي، بالتأكيد بتصلي، بس ما قالتلوش انا امرأة بتصلي. الست دي ما كانتش مثلا بتصوم، بتصوم، امال هي قالت ايه؟ العمل اللي دخلها مع النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. يعني عايز اقول لك ان ممكن عمل واحد يخليك مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وممكن واحد يعمل اعمال كتير بس ما يركزش فيها، مفيش عمل فيها يرفعه رفعة عالية. عايزين نركز يا جماعة. يعني سيدنا محمد لما قال لسيدنا بلال رضي الله عنه، لما قال له اني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة، يا بلال انا سمعت صوت رجليك في الجنة في الفردوس الاعلى في نفس المقام بتاعي، يا بلال انت عملت ايه، ايه ارجع عمل انت عملته؟ فسيدنا بلال قال له ايه؟ قال له ان كلما توضأ صلى ما شاء الله له ان يصلي. يبقى بلال خد الفردوس الاعلى بعمل واحد ركز فيه، وباقي الاعمال كويسة، ولكن ركز. انا عايزك تركز. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول ايه سبيلا، سبيل واحد بس، ولكن في النهاية كانت النتيجة تبقى مع الرسول، كان يلاقي نفسه مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. التلاتة لما اتقفل عليهم الصخرة يا اخواني واخواتي، فقالوا ايه؟ انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله، فتوسلوا الى الله بصالح اعمالكم. الاول توسل بعمل واحد بس، بر الوالدين. يعني ما رفعش ايده قال يا رب انا بقوم ليل، ويا رب انا بصوم الاثنين والخميس، ويا رب انا بقعد جلسه الضحى. توسل بعمل معين. ايه هو العمل اللي ركز فيه في علاقته بربنا؟ الثاني توسل بعمل واحد، الثالث توسل بعمل واحد. يعني قصدي ايه؟ قصدي يا اخوانا ان الدين محتاج تركيز، مش هتقدر تعمل كل حاجة. انا عايزك تركز في عمل تستعد بيه رمضان. انا عايز لك بعد كده بقى كل الاعمال التانية، كل الاعمال التانية اعمل منها على قد ما تقدر، انما هتركز في ايه؟ هتستعد رمضان بايه؟ عايزين نركز في القرآن والصيام بس، او ركز حتى في القرآن بس، ركز في عبادة واحدة ربنا يفتح لك بها كل ابواب العبادات التانية. ركز. الراجل في القبر لما يجي ملائكة العذاب فتقول الصلاة ما قبل مدخل، يقول الصيام ما قبل مدخل. الراجل ده ركز في اعمال معينة، ولكن الاعمال دي كان السبب نجاته. عشان كده انا عايز اقول لكم ان الاستعداد لرمضان مش عايز تفتح نفسك. ممكن واحد يقولك انا استعد بسماع شرايط، انا هقعد اجيب شرايط رمضان، اسخن نفسي من دلوقتي واجيب شرايط الاستعداد لرمضان واجيب الشرايط الايمانيه زي رام الله يرحمه كده ما عمل. هو ركز انه يسمع دروس، يسمع دروس ايمانيه، ويسمع دروس تفسير، ويسمع دروس اسماء حسنى، ويجيب سلسله تفسير، ويسمع شروح التفسير من دلوقتي. يبقى ركز انه بيسمع ويفرغ ويستعد بهذه الطريقه. في واحد تاني يركز انا هقعد اقرا القران باذن الله على قد ما اقدر للنهار، انا لازم على ما رمضان يجي اكون قادر ان انا اجيب خمس اجزاء في القعده الواحده. في واحد تالت يقول لك انا هصوم يوم ويوم، انا هركز جدا في الصيام بحيث ان الصيام هو اللي يربي لي نفسي، هو اللي يزكيني نفسي. في واحد رابع يقول لك انا هركز في الذكر، انا مش هبطل ذكر ليل نهار، انا هقعد بالساعتين ثلاثه اذكر ربنا. في واحد رابع
يقول لك انا هركز في الدعاء تركيز عمري ما عملته قبل كده في حياتي. يبقى اذا يا اخواني في الله, يبقى اذا التركيز يا جماعة, التركيز, ركز 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 عشان توصل. الحاجة التانية يا ابني تنافس. انا حاسس ان في ناس معنا الوقت يقول لك يا هو انا هينفع ان انا استعد الرمضان من الوقت؟ او واحدة مثلا جاية عندها مشكلة في معصية معينة, مشكلة في ارتباط بعلاقة محرمة معينة, شاب جاي عنده مشكلة في معصية سر او عادة سرية, يقول لك انا هتنافس مع المقامات. يا عم ده انا مش عارف اغض بصري عن بعض المواقع الحرام او بعض الصور الحرام وانا قاعد على النت, انا اغض, انا اتنافس ازاي؟ يا اخوانا لما كنت اروح عمرة او حج وابص للناس وهي بتروح عند الملتزم وعند الحجر الاسود اقول يا نهار ابيض, لا يمكن بني ادم يقدر يقرب من المكان ده. فلما ربنا امدني من عنده سبحانه وتعالى باذن الله وحده يعني, وفكرت ان انا لا انا هحاول اوصل, ولقيت نفسي واقف عند الملتزم ورفع ايدي وحاطط صدر كده على الملتزم او بلمس الحجر الاسود, قلت يا نهار ابيض ايه ده. الواحد من بره بيبقى متقاله ان الموضوع خطير, ان الموضوع لا يحتمل, ان الموضوع صعب جدا, اما بيبدأ بجد يبقى عنده نية بيفاجئ ان الموضوع بسيط جدا, وان هو اللي كان فاكر ان الموضوع من بره شكله صعب. عشان كده يا اخوانا عايزين نتنافس. يبقى رقم واحد ركز, حد دلوقتي يعني انا بالنسبة لي انا شخصيا انا باذن الله سبحانه وتعالى الحاجة اللي هركز فيها ان شاء الله باذن الله القرآن باذن الله. الحاجة اللي بدأت فعليا مع اخواني بقى اللي بيننا وبين بعض صحبة يعني وقريبين من بعض وبنشجع بعض وكده, الحاجة اللي بدأت فيها فعليا مع اخواني القرآن, ان احنا نبدأ نركز في تلاوة القرآن على قد ما نقدر على قد ما نقدر, ما تضيعش دقيقة بقى من غير تلاوة القرآن في حياتك. فانا بالنسبة لي قلت خلاص انا اركز في القرآن, ولو عندي وقت بعد كده اركز في الاخوة, الاخوة والحب في الله. يعني ايه؟ يعني الحاجات الرقراقة اللي تدخلك رمضان وانت حاسس ايه ان ربنا ان شاء الله يفتح عليك لو انت سمعت على هذه الاشياء. انت ركز, ركزي. الحاجة التانية تنافس, اوعى تستقلب فتح ربنا عليك. الحاجة التالتة باذن الله سبحانه وتعالى الاستمرار. يا جماعة عايزين نعاهد ربنا ان شاء الله قدامنا 90 يوم ثورة تغيير في حياتنا. في كتاب لدكتور خالد ابو شادي اسمه 90 يوم ثورة عند رجب وشعبان ورمضان, يعني سمعت عنه وان لم اكن يعني حصلت عليه للأسف الشديد حتى الان, الا انه هو موجود ومتاح. كتاب اسمه 90 يوم ثورة لدكتور خالد ابو شادي يعني عن رجب وشعبان ورمضان. اقرأ, اسمع, سخن نفسك, اجتهد, ابدأ يا ابني, اقبل, ابدأ اتغير النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. زي ما بقول لكم اول توصية ورقة رجب وشعبان بإذن الله, وفي ظهرها الرقم بتاع نشر الهداية اللي بيطبعه هذه الورق الدعوي. الوقت يعني المسؤول عن نشر الهداية موجود معنا في المسجد, يعني استاذ احمد وسيم موجود معنا في المسجد. الورق ده يا جماعة بيتباع, يعني احنا كان ممكن نوزع منه نشوف حد يتبرع وندي لكل واحد 100 ورقة يوزعهم, لا, لازم تدفع من جيبك, لازم تدفع من جيبك, لازم تدفع تمن الدعوة الى الله من جيبك, وإلا احنا شوية ناس بتوع كلام. فهتلاقوه قدام المسجد ان شاء الله باذن الله. الورق ده بيتباع باذن الله, للي عايز ياخد كمية يبدأ يوزع, يوزع بعد خطبة الجمعة, يوزع في الكلية بتاعته, توزع في المحيط الاجتماعي بتاعها, يوزع في المنطقة بتاعته, يوزع وسط اصحابه. عايزين نقوم مع بعض باذن الله حملة الاستعداد لرجب وشعبان. عايزين بعد كده مصر كلها اول ما يتقال رجب معناه خلاص ابتدأ الاستعداد لرمضان. يبقى دي اول توصية اخواني. الوقت المفروض ان يكون اتوزع عليكم الوقت برضه, او هيتوزع, اتوزعت خلاص, اتوزع عليكم الخطة الخمسية للاستعداد لرمضان, وده مشروع يعني طيب جدا ومشروع بسيط ولكن ذكي جدا. مشروع اسمه الخطة الخمسية للاستعداد شهر رمضان, ده جدول ان شاء الله كل اسبوعين هيتوزع عليكم جدول, ان لم يوزعوا مرة واحدة كل اسبوعين هيتوزع جدول. الجدول ده انت هتبص له دلوقتي ايه ده, صلاة الصبح, طب وفين السنن الظهر من غير السنن الرواتب, قراءة ربع حزب, ربع بتدبر وخشوع, يعني تدبر وخشوع يعني ربع, قاعدين تقولوا لنا رمضان وكسروا الدنيا. الكلام ده مش للمنطلقين يا جماعه, الكلام ده للي عايز يبدا صح. انما افرض انت بتقرا اكتر من كده توكل على الله.
صلاة الوتر ده انتوا مش كاتبين حتى قيام ليل، صيام اتنين بس يوم واحد في الاسبوع. يعني انتوا قاعدين تقولوا لنا استعدوا وفي الاخر تقول لي صيام يوم؟ خلق المرحلة بر الوالدين ومعصية نتطهر من الغيبة، انتوا قصدكم ايه بالجدول البسيط ده؟ متهيأ لك انه بسيط، جدول ده خطير جدا، لان بعد اسبوعين يا حبيبي في الله هيتوزع عليك ان شاء الله جدول زيه. هتفاجأ ان سنن الرواتب دخلت، هتفاجأ ان في جزء من قيام الليل دخل، هتفاجأ ان ورد القرآن ممكن يكون زاد. خليك راجل بقى واسترجل وريني نفسك. بعد اسبوعين هتفاجأ ان المرحلة الثالثة توزعت، هتفاجأ ان الصلاة زادت وان الصيام زاد وبقى يومين في الاسبوع وان ورد القرآن زاد وان قيام الليل زاد وان في اعمال ما كانتش موجودة وزادت. بعدها باسبوع هيتوزع عليك المرحلة الرابعة باذن الله، هتفاجأ ان الاعمال قاعدة تزيد لحد المرحلة الخامسة. يعني قصدك ايه؟ قصدي ان ده رمي اساس ولكن بطريقة ذكية. لو عرفت تثبت على ده اسبوعين ان شاء الله تثبت على اللي بعده، لمدة اسبوعين تثبت على اللي بعده، نترقى تدريجيا. طب انا راجل بقى بحافظ على الرواتب وبقرأ جزء قرآن رائع، استمر. ولكن ده بالنسبة لك يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ اسمه ايه؟ الحد الادنى. يعني افرض انت ليك نفس النهاردة تقرأ جزئين قرآن، اقرأ خمسة. انما لو بكرة ملكش نفس مش هتقرأ اقل من ايه؟ من ربع، مش هتقلع ربع. افرض انت ليك نفس النهاردة تصلي قيام ليل الفجر، الله يعينك. انما لو بكرة ملكش نفس ما تقلش عن ايه؟ عن الوتر. افرض انت ليك نفس، انا بص بقى انا هصوم رجب كله وشعبان كله، يا عم الله يعينك. الله يعينك، ما لم تكن يعني ايه؟ يعني مادام انت بتصوم نفل مطلق الله يعينك. ولكن لو فطرت ما تقلش عن يوم في الاسبوع. يبقى اذا الخطة الخمسية ومعاكو توجيهات عملية جميلة قوي هتلاقوها في ظهر الورقة لهذه الخطة الخمسية. الخطة الخمسية دي حاولوا تنشروها، الورق ده حاولوا تنشروه. لازم يا جماعة نشتغل في الدعوة الى الله، لازم نقوم الموسم ده مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى. الحاجة التالتة، ركزوا معايا جدا جدا جدا، وكل واحد وواحدة يطلع المحمول بتاعه ويكتب الرقم اللي اقوله لكم ده، هو رقم يتحفظ من غير محمول ولا حاجة. بصوا يا اخواني، انا يعني كنت مع احد اخواني كده فبعت رسالة لجروب على الواتساب، اللي هو الشباب بيسموه الواتساب، يعني طبعا الواتساب ده بالحلمنتيش يعني، يعني ليه اخويا في واحد يعني اعرفه يعني في امريكا كده، فبقول له الواتس اب. قال لي ايه؟ قلت له الواتس اب. قال لي ايه يا عم وفي يا اخوانا؟ بقول له الواتس اب. قال لي ايه؟ مش عارف. في الاخر قال لي قصدك الواتس اب. قلت له يا عم الواتس اب الواتس اب، خلاص خلاص. فانا احترازا يا جماعه من الجماعه اللي معاهم لغه سليمه، مش لغه انجليزيه حلمنتيشيه من بتاعه المصريين، الواتس اب دي بالفلاح بتاعنا، خلاص يا جماعه. فبعت رسالة لإخواني ففوجئت إن لها نفع، بفضل ومنة الله كان لها نفع طيب جدا. فقلنا خلاص إحنا نعمل رقم للواتساب للدرس كله. فاهمين الفكرة يا جماعة؟ يعني كل الشباب اللي معانا والبنات اللي معانا هيبعتولي على الرقم ده، أنا ما بردش على التليفون فيه. الرقم ده رقم إيه؟ واتساب بس، ملوش دعوة بحاجة تانية خالص، يعني مفيش فيه رد على مكالمات أصلا. الرقم ده كل واحد منكم كل واحدة منكم معاه واتساب او واتساب، يبعت الرقم بتاعه في رسالة فاضية على الرقم اللي اقوله لكم ده، وهتصلوا مني ومن اخواننا من الدعاة باذن الله سبحانه وتعالى. نتشارك كلنا مع بعض بقى، وهتصلوا مني ومن اخواننا باذن الله سبحانه وتعالى رسائل صوتية واضافات دينية جميلة، ممكن مرة في الاسبوع مرتين في الاسبوع قدر ما يتيسر بقى، بحيث ان نبقى على تواصل مع بعض طول الاسبوع. في حاجة مهمة، في موسم عبادة مهم، في حاجة نذكر بعض بالله. طب انت ما عندكش الواتساب ده تعمل ايه؟ لو واحد صاحبك عنده ابعت لي رقم صاحبك، اقوم انا ابعت لصاحبك انت تستفاد ويستفاد. انت مثلا اختك عندها، خلاص ابعت انت تستفاد ويتستفاد. انا لا هعرف الرقم اللي جاي لي ده رقم راجل ولا رقم ست، انا ما اعرفش اصلا. ده انت مثلا رقمك 0 152 73 294، اي حاجه في اي حاجه. انا ما وصلش غير رقم في رساله فاضيه بس، ما اعرفش الرقم ده ايه. انما الرقم ده هيتضاف عندنا ويتبعت له الرساله المستمره ان شاء الله باذن الله على الوصف. فهمتوا الفكره يا جماعه؟
يبقى ده رقم للدرس بتاعنا ده هو بإذن الله سبحانه وتعالى. ده رقم من أجل أن يبقى فيه متابعة تربوية ما بينكم وما بين الدعاء إلى الله طول الأسبوع. يعني بإذن الله سبحانه وتعالى يعني أبعت لكم حاجة، دكتور محمد علي يوسف منورنا وربنا يحفظه ويبارك فيه، يعني يبعت لكم حاجة بهذا المنظر. الرقم كان بقى رقم الواتس أب بتاع الدرس بتاعنا 010-2-30-30-100 010-2-30-30-100 خلاص رقم سهل جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. الرقم ده بقى يعني لو انت عارف اخ من الاخوة يبعت، انت عارف اخت من الاخوات تبعت، يعني يا عم لو عايز تبعت الدنيا كلها ابعت، يعني لو في رقم حقيقي واحد عايز يستفاد ابعت من باب الدعوة الى الله، بحيث ان احنا ايه، ولكن هذا الرقم رقم هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة يبقى احنا قلنا لحد دلوقتي نشر الهداية واقفين برا اخواني من اجل بيع هذا الورق من اجل الدعوة الى الله والشغل في الدعوة الى الله. التحفيز النسائي في الجمعية الشرعية هيبدأ يوميا الساعة 10 الصبح من اول بكرة ان شاء الله، هيبدأ يوميا الساعة 10 الصبح من اول بكرة. فضلوا منة الله طبعا الترتيب الاداري للتحفيز سواء التحفيز الرجالي في الصديق او النسائي في الجمعية هنا، فضلوا منة الله ترتيب اداري عالي جدا وبيتطور كل شوية. التحفيز هيبدأ يا اخوان النسائي يوميا من اول الساعة 10 الصبح في الجمعية الشرعية للنساء. انا بقول للطلبة والطالبات اوعوا تقطعوا التحفيز في فترة الجاية، لو هتيجي مرة واحدة وهتسمع نص صفحة او هتراجع القديم بس اوعى تقطع. اوعى يا جماعة لما الدنيا تيجي او الانشغال الدنيوي يجي نضيع الدين جنبه. يا اخوانا لازم نسيب لينك، لازم نسيب قناة ولو صغيرة بيننا وبين الدين. انت ما تعرفش الساعة بتاعت التحفيظ دي ربنا هيبارك لك في وقتك قد ايه بسببها، وربنا هيحفظ لك ايمانك قد ايه بسببها. يا اخوانا اوعوا، سبب الدنيا وبركة الدنيا وفتح الدنيا هو الدين. اوعى تلغي الدين من حياتك ساعة ما تتشغل في امتحانات او حاجة، مش بقولك ما تذاكرش ابدا، انما ادي وقت صغير يا ابني، حاجة نص ساعة، حاجة بسيطة، ولكن قلبك ما يموتش، تفضل متصل بربك سبحانه وتعالى. يبقى ده التحفيز النسائي، الورش النسائية ان شاء الله بإذن الله نحاول نتواصل مع النساء بصورة تبقى بالنسبة لهم يعني ان شاء الله يعني مفيدة اكتر من كده ان شاء الله. عايزين بس اخواتنا في الورش يعني يحنوا شوية على الاطفال، يعني ما فيش واحدة مثلا ايه يعني تمد ايدها على طفلة او على طفلة او كده يا جماعة، يعني احنا عاملين فوق ورشة الاطفال ويعني بفضل الله فرحانين بيها وطايرين بيها، فاحنا عايزين اخواتنا تحت برضو يسعوا الاطفال ويحبوهم ان شاء الله بإذن الله. الحاجة اللي بعد كده دور الكورة خلص، وفي فريق كسب خلاص الاول في دور الكورة اللي اتعمل في استاد الجامعة اللي هو دور الورش، والنهاردة هي بعد الدرس الورش ان شاء الله هيتعمل بروجيكتور شاشة عرض هنا في المسجد بعد اول ما الورش تبدأ ان شاء الله بإذن الله، وهيتعمل فيها مقطع للفريق الفايز ويعني حاجات الإدارة بتاعت الورش عاملة مقطع كده صغير هيتعرض علينا بإذن الله على شاشة عرض بعد صلاة العشاء. أول ما ننتظم في الورش بإذن الله سبحانه وتعالى سيتم عرض مقطع لدوري كرة القدم للورش بعد صلاة العشاء، فعايزين كل الناس إن شاء الله بإذن الله تقعد في الورش. أنا أول ما صلاة العشاء تخلص هلف على الناس إن شاء الله إيه نقعدهم في الورش عشان يعني نتفرج على هذا الأمر مع بعض إن شاء الله. الحاجة التانية بقى اخواني دكتور محمد علي يوسف ربنا يحفظه يعني بعت للدرس هدية 6 كتب من الكتاب بتاعه العودة الى الروح، العودة الى الروح، وده كتاب في تفسير القرآن ولكن يعني بصورة رقراقة يعني بتخلط ما بين فهم كتاب الله وما بين الاسلوب الادبي، فاحنا عايزين يعني ناس تاخد هذا الكتاب ولكن بالتمن، ولكن بالتمن. مين يدفع تمنه؟ مين يدفع التمن؟ التمن انه يقرأ. مين ياخده ويقراه؟ خدها صلاح، يلا كوسة. مين ياخد كتاب العودة للروح دكتور محمد علي ربنا يحفظه؟ ايه هتاخده وتقراه؟ رجالة مين السمنوت خد الركن البعيد الهادي
كتاب العودة للروح مين ياخده ويقرأه؟ طيب حضرتك طب اتفضل مع خلاص انا اللي قدامي كده ما عادش حد بقى يشاولش، انا عايز الناس اللي ورا مين ياخده؟ هتقراه حسام؟ طب خد اقراه. يلا يا جماعة الركن اللي هناك دوت لسه ما خدش، مين ياخد الكتاب ويقراه؟ شيخ احمد هتقراه؟ خد. طيب كتاب صالح للاستعمال دكتور محمد علي يوسف برضو مين ياخده؟ تاخده؟ طب خد يلا ادي حبيب قلبي العمود اهو. في مصاحف بقى يا اخواني هوزعها عليكم من خلال الورش ان شاء الله. لا طب مين ياخد المصحف ده ويختم؟ ثانية واحدة يختمه في اسبوعين، يختمه في اسبوعين. اللابس اسمر ده اهو هتختمه في اسبوعين؟ خلاص ليك مصحف. مين ياخد المصحف ده ويختمه في اسبوعين؟ عبد الرحمن كلام نهائي. خد يا عم اختمه في اسبوعين. مين ياخد المصحف ده ويختمه في اسبوعين؟ لا ما الاطفال اسبوعين. خد اختمه في اسبوعين. خد يا حبيب قلبي خد. ما انا اديته للاخ اللي هنا. خد منه. مين ياخد المصحف ده ويختمه في اسبوعين؟ لا الاطفال الصغيرين يقعدوا مع عمه فؤاد هو يديكم بقى الجوائز بتاعتكم. اطفال صغيرين تختموا اسبوعين وانت اللي وراك تختموا اسبوعين. تختموا اسبوعين تختموا في اسبوعين. الراجل البرتقالي ده اهو والراجل الازرق تختموا في اسبوعين وانت كمان تختموا في اسبوعين. ما لا انت خدت كتاب يا راجل. المصحف ده اخر مصحف يا جماعه. مين ياخد المصحف ده؟ لا استنى ويختموا في اسبوع. لا انت عبد الرحمن خدت خلاص. طب واحد منكم يتنازل للتاني بقى. طب خد يلا اختموا اسبوع. خد يلا يا اخواني ربنا يحفظكم يا رب. فاكرين التوصيات يا جماعه؟ اقعد يا ابني ها قولوا لي التوصيات. كل واحد يقول لي واحده من التوصيات اللي قلناها. اول حاجه ايه؟ ايه التركيز في عمل. ركز في عمل. طب جميل وقلنا ايه كمان؟ ايه والاستمرار. جميل جدا. التوصيات بقى اللي بعد كده العمليه ايه؟ ها ايه مش سامع. لا الصيام وايه؟ احنا قلنا خلاص كل واحد ركز على حاجه يا اخوانا. الحاجات العمليه اللي قلناها دلوقتي انا فكرتكم بايه؟ خلاص هتركز على عبادة واحدة وتموت نفسك فيها. ده كلنا اتفقنا عليها ان شاء الله بإذن الله. ها انا ذكرتكم بمشاريع الوقتي. اول حاجة قلت لكم ايه؟ دوري الكرة هيتعرض مقطع فين؟ في الورش بعد الدرس. خلاص وقلنا الورقة ناخد منها كمية من نشر الهدايا كل واحد وواحدة مننا وننشر فكرة الاستعداد لرجب وشعبان لرمضان من الوقتي. قلنا ايه كمان؟ تحفيظ النساء امتى؟ ايوه الرجال حفظوا الله اعلم الستات حفظوا ولا لا. كل يوم من الساعة 10 الصبح في دار القرآن في الجماعة الشرعية. قلنا موضوع الورش ذكرنا بالورش وذكرنا بايه؟ قلنا للشباب اللي بيحفظوا القرآن قلنا لهم يعملوا ايه من الامتحانات؟ ها؟ يعملوا ايه؟ ما يقطعوش ولو مرة في الاسبوع بإذن الله. قلنا رقم الواتس اب حد حفظه؟ صفر كام؟ صفر 10 2 30 مية. طيب ربنا يحفظك يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.